مرحبا بكم أصدقائي المشاهدين المتابعين لعب 12 والشرقية. حلقة مهمة ومهمة جدا في ظل يوم مليء بالأحداث الخطيرة اللي مرت على كرة القدم العراقية. فاصل ونبدأ مباشرة بهذه المتابعات المهمة اللي راح يكون بها حديث طويل جدا بحلقة اليوم. نتابع. أولى المتابعات المهمة والمهمة جدا، جمعنا اليوم الصبح اتصال بالكابتن يونس محمود نجم الكرة العراقية السابق اللي كان بلقاء مع رئيس الوزراء الدكتور عادل عبد المهدي لمناقشة حال كرة القدم العراقية. خلينا نتابع جزء من اللقاء اللي على إثره وكان يشاهده السيد عادل عبد المهدي، وعلى إثره تم اللقاء بين السيد عادل عبد المهدي والكابتن يونس محمود. جزء من اللقاء ونرجع لكم للحديث. الخربطة موجودة، احنا نقولها بالعامية يعني بالنسبة لي ان الخربطة موجودة خاصة في اتحاد الكرة. يمكن بعض الناس الفترة الأخيرة كانت الأمور كلها صوب الأولمبية وتعرف المشاكل اللي صارت، لكن اتحاد الخربطة والنمط اللي يشتغل به الاتحاد خطأ يعني وغلط، لكن هم الناس يعني متكابرين ومرات يقولون لا احنا انه وضع البلد، نعم ممكن يعني بعض المرات يكون وضع البلد، لكن يجب انت تصلح بحالك حتى غيرهم يصلح. المشكله هو الاتحاد، انتم ليش تبعدونا اذا ما عندكم مخافي؟ ليش خايفين يعني؟ يعني والله شر البليتي ما يضحك يعني. طبعا هاي كانت اراء اكثر من الاصدقاء المقربين الي وحتى من ضمنهم الاتحاد. بعثوا لي ناس عن طريق ناس انه خليه يدخل عضو، وبعدين قلت لهم انا اول شيء شغله النائب الاول كان هناك اتفاق بيني وبين يعني الاخوان بالاتحاد، يعني خاصه الملا وعلي جبار كان المفروض انه يدخل على النائب الاول. بعدين صار اللي صار مثل ما يقولون. اجى بشرف؟ طبعا اجى عدنان درجة. خسرت بشرف بالانتخابات؟ مو هي تسلسل. لا طبعا 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 انا؟ لا خسرت بشرف، مو بشرف، بالعكس اصلا انا متفاخر. اللي فاز فاز بشرف؟ لا يعني ما يصير يعني انت قبل الانتخابات بيوم تنطون مثلا للمنافس مالي مبالغ ماليه يروح ينطيها لبعض الشخصيات. يطوف فلوس الشرار حيدر؟ لا ايه لبعض الانديه ايه. بالموضوع مال الاتحاد انك لازم ما تكون واضح. لازم يعني تكون غامض غامض غامض، لازم تكون عندك انك تتنازل عن هوايه امور من امورك. مثل شنو كان مطلوب منك تتنازل كابتن؟ يعني ممكن كنت اربح المعركه لو كنت داخل بغير امور. مثل يعني مثلا شغله الماده ممكن تدفع ممكن طبعا يعني انت تعرف انت انا حسب معلومات انه 5 انديه قبل اليوم شرار منطيهم فلوس. زين من ضمن ال5 انديه انت 11 عضو اتحاد تجيب القران وتحلفهم. 5 انديه نعطيهم شرار فلوس قبل الانتخابات؟ اي هاي المعلومه اللي وصلتني على 10 مليون. موضوع شنو كنت؟ انا كنت اريد اخذ منصب من الرئاسات الثلاثه ليش؟ ممكن ادخل عضو، اخوان الاتحاد عرض علي ان ادخل عضو والموضوع منتهي، حتى قالوا لي لا تجي. لكن انا اريد اخذ. قالوا لك لا تجي خليك قاعد انت فايز عضو؟ اخذ عضو. هيك لازمين لعبه الانتخابات؟ طبعا طبعا. هو علي جبار الصبح غير الموضوع علي، المهم. ليش غيره؟ اذا هذا اهم ما جاء بحلقه يونس محمود، رغم ان الحلقه كان بها كلام كثير، كان بها جراه كبيره من يونس محمود، وبالتالي على اثر هذه الحلقه وهذا اللقاء مكتب رئاسة الوزراء استدعى الكابتن يونس محمود وأجرى معاه اليوم اتصال. والكابتن يونس محمود حقيقة قعد مع السيد عادل عبد المهدي وتفاهم وياه بأمور كثيرة، وقال له أنا شفت البرنامج، شفت طرحك، شفت حديثك، نجاح كبير الحمد لله يحسب للاعب 12 للشباب العاملين به لكل فريق عمل البرنامج. هذا النجاح هذا معناه أنه اللاعب 12 حقيقة يقدم ويحقق أهداف كبيرة، الغاية منها خدمة الرياضة العراقية، خدمة كرة القدم العراقية، ودنصل لكل الناس، دنحظى بهذه المتابعة بقناة مهمة وكبيرة مثل الشرقية وبرنامج مثل اللاعب 12. فبالتأكيد طبعا شكر لكل الشباب، نجاح كبير إن الحمد لله. الأهم من كل هذا أنه اللقاء أثمر عن تواصل مبرمج ممنهج ما بين مكتب السيد رئيس الوزراء وما بين الكابتن يونس محمود، أعطى رقم تليفون وربطه بشخص قريب جدا من السيد عادل عبد المهدي حتى يعقدون بعد اجتماعات متواصلة لتشكيل خلية عمل ناجحة
مثمرة فعالة تحقق النجاحات، وإحنا راح نكون متواصلين مع هذا العمل مستمرين بضغطنا بالبرنامج بالشرقية، نضغط على هذا الجهد وهذا المشروع حتى يحقق أهدافه في سبيل إصلاح كرة القدم العراقية. شكرا لكل الشباب العاملين ويانا بالبرنامج، لحقيقة هذا شيء أفرحنا وأسعدنا كثيرا، استطاعنا أن نصل باللاعب 12 إلى صوت الجمهور العراقي إلى أعلى المستويات. المتابعة الأخرى والمهمة جدا، حلقة اليوم كي غيرناها 3 مرات بسبب الأحداث اللي صارت قبل ساعتين أو أقل. لجنة تقصي الحقائق اللي شكلها اتحاد كرة القدم العراقي أفضت إلى مجموعة من القرارات المتعلقة بأداء منتخبنا الوطني إداريا وفنيا، وخرجت بمجموعة من المقررات نتابعها الآن. توصي اللجنة بمعاقبة اللاعبين بعدم اللعب للمنتخب الوطني، اللاعبين بعدم اللعب للمنتخب الوطني علي فائز وليد سالم لمدة 1 سنة. توصي اللجنة بحرمان الإعلامي عمر رياض، الزميل الإعلامي عمر رياض، لمدة 1 سنة من مرافقة الوفود الرياضية. توصي اللجنة بمعاقبة اللاعب علي عدنان بعدم اللعب للمنتخب الوطني لمدة 6 أشهر للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين. معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 أشهر. توصي اللجنة توجيه إنذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي ومهند علي بسبب إجراء لقاءات صحفية من دون علم الوفود الإعلامي توصي اللجنة بمنع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني. توصي اللجنة بإعادة النظر برابطة مشجعي المنتخب الوطني وإجراء انتخابات بأسرع وقت ممكن. توصي اللجنة بتجذيب أي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الإداريين. توصي اللجنة بإصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية. كلام كلش هواية. قبل ما ناخذ تصريحات أعضاء اللجنة، يا ريت السيد المخرج وسيم بس يرجع لي حتى نناقش نقطة نقطة، أو أطلعها هنا نناقش نقطة نقطة بهذه المقررات. إذا نروح على النقطة الأولى، لو سمح السيد المخرج نرجع توصي اللجنة بمعاقبة اللاعبين بعدم اللعب للمنتخب الوطني علي فائز ووليد سالم لمدة 1 سنة، على الرغم من أن اللجنة تضم أعضاء إن كن لهم كل التقدير والاحترام. الأستاذ عدنان لفتة صحفي كبير، السيد محمد فرحان مهندس ورجل عامل بالنشاط الرياضي بكرة القدم، والدكتور قاسم لزام. صياغة القرارات تحمل كثير من الغموض وتحمل كثير من التأويل. اسمعونا أكيد سيد عدنان لفتة وسيد محمد فرحان وقاسم لزام واتحاد الكرة، بيها من الكثير من التأويل. وإلا ليش ما كانت العقوبات واضحة بمسبباتها؟ بمعنى النقطة الأولى، أرجع لي عليها سيد المخرج، على شنو عاقبتوا علي فائز ووليد سالم؟ المفروض نقول أنه أكو دليل ضد علي سالم، ضد علي فائز ووليد سالم، والدليل تحتفظ به لجنة التقصي واستوجبت هذه العقوبة. ليش؟ لأن بالنقطة 4، إذا تسمح نرجع لها راح تعبك شوية، توصي اللجنة بحرمان الإعلام عمر رياض لمدة 1 سنة من مرافقة الوفود الرياضية لأنه ما قدم دليل. طيب، لجنة تقصي الحقائق مطالبة أنه تكشف لنا عن وجود الدليل على الأقل بحوزتها لتبرر عقوبة علي فائز ووليد سالم. وبالتالي صياغة النقاط غير دقيقة وبها هواية أمور، وهذه نقطة تسجل على فريق لجنة تقصي الحقائق. إذا نرجع على البيان، طبعا البيان أخذناه كوبي بيست وسويناه، كل النقاط توصي 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 عدا النقطة الوحيدة معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني، وكأنه كل النقاط الأخرى هي مجرد توصيات واتحاد الكرة وافق عليها عدا علي حصني هو قرار معاقبة، وهذا أمر أيضا بأكثر من علامة استفهام. الأمر الآخر المهم، عقوبة الكابتن علي عدنان، نرجع عليها، تحرم علي عدنان من اللعب للمنتخب الوطني لمدة 6 أشهر.
خلينا نحكي بالأمور بالعموم وبعدين ندخل بالخصوص. علي عدنان، هاي القيمة الكبيرة لكرة القدم العراقية، هذا النجم المهم بكرة القدم العراقية، هذا اللي فخر العراق بالدوري الإيطالي بأودينيزي وبأتلانتا. مهما الولد يعاني من ظروف لازم نوقف بظهره، عراقي منا وبينا. وكلنا نشوف مع اختلاف الإنجاز محمد صلاح دي يسوي للمصريين مع ليفربول. اليوم أني أعاقب علي عدنان؟ اليوم علي عدنان لما أتلانتا يبعده بقرار مجحف متعسف ما له أي علاقة بالأمور الفنية، لأن إجى وترك الفريق وجاء لعب لمنتخب العراق، أجي أزيد من الطين بلة وأذيل علي عدنان وألعبه وأحرمه من اللعب 6 أشهر بدل ما أحتضنه وأوقفه وأقول له تعال يا علي عدنان أنت ابننا؟ أخطأت من وجهة نظر لجنة تقصي الحقائق، لأن الأيجنت ماله يفتر بالفندق، ما كل الأيجنات يفترون بالفندق، كل وكلاء الأعمال كل الأيجنت يفترون بالفندق وكل وكلاء الأعمال يفترون بالفنادق وموجودين. ليش ما لجنة تقصي الحقائق طالبت بتوجيه إنذار وتحذير وتنبيه على رئاسة الوفد اللي ترك الأمور الحبل على الغارب كلها تدخل وتطلع، وإلا شنو دخل نزار أحمد يدخل مع الفريق بالعشاء وبالغداء؟ بال 2004 بأولمبياد أثينا كنا موجودين مع الفريق، الكابتن القدير عدنان حمد ما سمح لي أني أدخل أكل مع اللاعبين، يقول لي تشوش على اللاعبين، وأني صديق لهم ومعاهم جاي نشتغل وقناة عراقية، قال لي رجاء هذا للفريق فقط، هيل اللي يدخل للغداء وللعشاء أو يدخل مع الفريق. طلعنا واحترمنا القرار وطلعنا برا قلنا ناكل بغير مكان واحنا بغربة. نزار أحمد مستشار الاتحاد يدخل يتعشى مع اللاعبين ويتغدى مع اللاعبين بكيفه وما حد يقول له ايش تسوي، ويجيب وكيل أعمال آخر ويعقدون صفقات. ليش ما عاقبتوا نزار أحمد؟ خافون لي لازم لكم قضية مع عدنان درجال؟ يا لجنة تقصي الحقائق عقاب علي عدنان، لأن بالفندق علي عدنان نزل دا يطلع يشرب له كوفي قهوة بمكان قريب من الفندق، يجي علي نزار أحمد يقول له أنت وين رايح؟ ما لك حق تطلع، وأنت ايش دخلك؟ أنت مستشار الاتحاد، أنت محامي الاتحاد، هذا الأمر يحكي به سيد عبد الخالق مسعود، سيد رئيس الوفد علي جبار، مو أنت يا نزار أحمد حتى تدخل وتتدخل وتحكي مع علي عدنان، هذه نتائجها. فإذا ليش ما تكونون صارمين وحادين مع غير أمور حتى بالمنتخب الوطني؟ هذا العلاقات والاستفادات وهواية أمور تجي تخليكم تعاقبون لاعب بقيمة علي عدنان دا يمر بهذا الظرف الصعب بدل ما أوقف وياه وأسانده وأدعمه؟ إلنا حديث، إلنا رجع بهذا الموضوع المهم، وإلنا حديث أيضا مع الكابتن علي عدنان راح يكون ويانا عبر التليفون، لكن بعد ما نستمع للحيادية والمهنية لوجهة نظر لجنة تقصي الحقائق السيد عدنان لفتة والسيد محمد فرحان والزميل العزيز ماهر حسان، نتابع. هي ليست قرارات الاتحاد، قرارات لجنة، يعني ممكن القرارات تكون صادمة، ولكن بنفس الوقت هي صدرت عن لجنة يعني نؤمن بأعضائها أنه بقمة النزاهة. باعتقادي الشخصي أنه الظروف اللي يعني تواجدت داخل اللجنة من خلال التعاطي مع كل الأطراف المعنية، باعتقادي أنه كانت منصفة، بحكم أنه تعرف أنه أعضاء اللجنة هم من الشخصيات المنصفة داخل الوسط الرياضي بصورة عامة، ولكن ممكن هناك يعني نقطة تحميل لجنة رئاسة الوفد العراقي مسؤولية عدم التصدي بصرامة للمخالفات الانضباطية. طيب أنتوا أكدتوا على أنه تحميل المسؤولية، لذلك يجب أن تكون أيضا هناك عقوبة أو قرار رادع بهذا الخصوص. يعني أشد على أيدهم على مثل هذه القرارات اللي أتمنى أنه تكون رادع لبعض اللاعبين اللي بحكم هذه القرارات أنه هناك تجاوزات، لذلك يجب أن يكون حد لمثل هذه التصرفات التي تسيء للكرة العراقية بصورة عامة. احنا حملناها المسؤولية أخي زيد، حملناها المسؤولية عما حدث،
وطالبنا بمجموعة من الأمور، منها إعداد لائحة انضباطية، منها تغيير قضية سكن الوفد إلا في طابق واحد، طالبنا بالصرامة في التعامل مع المخالفين، الكثير من هذه الأمور. قضية رئاسة الوفد، إحنا هم أعضاء اتحاد يعني، واللجنة حاولت تتعامل بعدل وإنصاف، فبالتالي العقوبة حسب ما جرى من مخالفات. هم بذلوا جهدهم في كثير من الأمور، حاولوا ضبط الفريق، لكن بسبب يعني حجم الوفد صار أكو انفلات في بعض المفاصل، بالتالي حرثت العقوبات بناء على ما حدث من إفادات وتعليقات من مختلف الأطراف اللي واجهناهم، لاعبين ومدربين وإعلاميين وإداريين، حتى هم أعضاء الاتحاد تم التحقيق معهم ابتداء من رئيس الاتحاد إلى رئيس الوفد إلى كل الأطراف. وصلنا إلى هذه القناعات اللي أنا أعتقدها هي أولاً ترضي الله سبحانه وتعالى، وبعدين ضمائرنا والشارع الرياضي اللي هو يتمنى دائماً أن يكون منتخبنا بخير بعيد عن كل هذه المشاكل اللي دائماً يعني تعلق بثيابنا في كل بطولة وفي كل مشاركة. نريد هذه المرة أن يكون رداء الفريق العراقي نظيفاً أنيقاً بعيد عن كل مخالفات أو مشاكل قد تنغص علينا المشاركات الفنية أو المستوى الفني اللي دائماً نبحث عليه حتى يكون منتخبنا بأفضل صورة. العقوبات كانت على حسب الإساءة اللاعبين يعني؟ نعم، بناء على حجم المخالفة المرتكبة من اللاعبين صارت العقوبات، وبالتالي هو درس للجميع أن يلتزموا بانضباطهم كلاعبين، أن يفكروا بهذا الأمر حتى يخدموا مسيرة الكرة العراقية. أعتقد هذا درس للجميع، لأن اللاعب سيعرف نفسه أنه هو مراقب من الجميع، وكل خطوة محسوبة عليه، ليست مراقبة وليس يعني هو ليس سجنا، لكن عليه أن يلتزم، لأنه هو لا يمثل نفسه، هو يمثل العراق ويمثل المنتخب الوطني، عليه يكون أهل لهذا التمثيل، بالتالي يلتزم بكل الوصايا. بعض يسأل على الزميل عمر رياض، يعني شنو اللي اقترفه؟ هو اللي يعني كشف القضية وبالتالي سلمها إلى الاتحاد، بالتالي ليش يتعاقب سنة؟ أحسنت. عمر رياض كان موفدا رسميا للجنة الأولمبية واتحاد كرة القدم، والموفد الرسمي هو يعمل كإداري قبل أن يكون، هو للأسف تسرع في عملية، أنا ما أقول تشهير باللاعبين، بالحديث عن كثير من الأمور. كان يفترض على الأقل كعضو في الوفد إذا حصلت هذه أي مخالفة أن يبلغ إدارة الوفد بها، كعراقي حريص على مصلحة المنتخب الوطني، وبعد ذلك إذا ما اتخذ الاتحاد إجراء في هذا الموضوع ممكن أن يقله إلى وسائل الإعلام باعتباره موفد رسمي. حديثي عن هذا، لو كان موفدا على حسابه الشخصي او على مؤسسته الاعلاميه هذا امر اخر، من حق ان يتكلم بما شاء، لكن القضيه احنا لا نريد التشهير باللاعبين، نريد اي انسان ان يضبط حاله، يفكر بالصالح العام بكرتنا، وبالتالي عمليه الانتقاد هي عمليه حره، وانت تعرف كل تنتقد باستمرار، لكن وفق يعني شروط محدده تلتزم بال يعني بالمهمه اللي انت على عاتقك، بالتالي حتى ما تصير مشكله. بصراحه يعني أنا قلت وذكرت وهسه هم راح أرجع أذكر أنه إحنا اللجنة مشكلة بأمر إداري، إحنا ما عندنا نظام داخلي كلجنة مثلا حتى تكون قرارات، هي توصيات. لكن اللي أسعدنا وأفرحنا تواجد أغلب أعضاء الاتحاد موجودين بالمؤتمر، إضافة إلى رئيس الاتحاد اللي أعلن وبصراحة للإعلام أن هذه التوصيات هي أصبحت قرارات. عليه هذه نقطة بيضاء تعتبر وجيدة لعمل الاتحاد في حال الأخذ وتحويل التوصيات إلى قرارات ملزمة للاتحاد، للتعاطي مع باقي اللجان الموجودة في الاتحاد، وإعطاء هيبة للجان اللي تعمل بصدق وبمهنية. وإحنا أيضا يعني شخصيا اتهمنا واتهمنا العفو بتمويع وتسويف القضية، ولكن إحنا كنا نعمل ليل نهار بهدوء ودون الرد على أي أحد، لكن كنا حريصين أن يكون شريكنا الأول باستلام المعلومة هو الإعلام الرياضي. أقسم بالله أي عضو من أعضاء الاتحاد ما يعرف كلمة من هذه التوصيات، الإعلام عرف بها قبل، يعني من خلال الإعلام هو قاعد أيضا عرف هذه التوصيات. الهدف منها أستاذ زيد هو هدف هذه المهمة، هي مهمة صعبة جدا كانت، وأنا أعتبر لجنة ومهمة تاريخية بالنسبة لنا كأعضاء هذه اللجنة، كون تجمعنا علاقات مشتركة مع جميع الأطراف المعنية في هذه القضية. بعض يحييكم على هاي القرارات، لكن يشكل على قضية الوفد، يعني العقوبات طالت لاعبين وإعلامي، زميل إعلامي لم تطل يعني رئيس الوفد، إداري بالوفد، يعني الجانب الإداري كان يعني كلام عام ما بعقوبات محددة. احنا حملنا مسؤولية رئاسة الوفد كل ما حدث للوفد، واعتقد النقطة الأولى واضحة، يبقى على المكتب التنفيذي ما يراه مناسباً مع من هذه التوصية. احنا ذكرنا انه المدرب
ما يعطى بعد الحرية ويعطي يوم راحة دون اللجوء أو معرفة رئاسة الوفد كائن من يكون. لذلك احنا طلبنا من الاتحاد أن يعد لائحة جديدة تنظم وترتب عمل الوفد لكل منتخباتنا الوطنية، كون المنتخب الوطني ملك لجميع العراقيين وليس ملك الاتحاد ولا ملك أي شخص. احنا سعداء لأن كنا عد حسن ظن الجميع، عد حسن ظن الاتحاد اللي اختارنا، وهو أنا أعتقد الاتحاد باختياره لعدنان لفته وقاسم لزام بغض النظر عني هو ذهب باتجاه صحيح لمعرفة الحقيقة ووضع النقاط على الحروف وإعطاء كل ذي حق. إذن الحديث يطول، بانتظار أن يكون معنا الكابتن علي عدنان. كابتن تسمعنا؟ الشباب يرنون عليك. الـ يعني أمر حقيقة صعب. قلنا عندنا ثقة بالسيد محمد فرحان، عندنا ثقة بالسيد عدنان لفته، دكتور قاسم لزام، لكن أجي أعامل لاعبين بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة. أتمنى فقط أنه يرجعون يدرسون قراراتهم وفق هواي اعتبارات. اللي يستحق العقوبة لا والله عاقبة، رئاسة الوفد تستحق العقوبة لعدم قدرتها على ضبط وربط أمور الفريق إداريا. فريق بحجم بهذا الفريق بهذا التسيب والدليل هاي العقوبات، معناها الإدارة ولا يم الفريق، ووفد الفريق ولا يم إدارة وضبط الفريق، والعمل مو صحيح. اليوم ليلا راح يطير من بغداد وفد من اتحاد كرة القدم مؤلف من السيد فالح موسى رئيس لجنة المنتخبات، سيد علي جبار النائب الثاني ورئيس لجنة المسابقات طبعا، والسيد كامل صغير مع السيد عبد الخالق مسعود رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم، حتى يقعدون ويا كتنيتش يتفاوضون ويا على هواية أمور من ضمنها هاي العقوبات. وأعطيكم السيناريو، يمكن الوحيد اللي راح تتخفض عقوبته هو علي عدنان، لأن قرار مستعجل وقرار بإجحاف وتعسفي بحق علي عدنان. علي عدنان هاي القيمة الكبيرة للكرة العراقية، هذا الاسم الكبير، أجي أنا عاملة بهذه الطريقة وعاملة بهذا الأسلوب. وهذا علي عدنان اللي إحنا لازم كلنا نحتضنه وما نخليه يشعر بالظلم، لأن الظلم اللي تعرض له اليوم أصعب وأقوى وأتعس من الظلم اللي توجه له من أتلانتا، لأن ذولاك غربة، إحنا عراقيين منه وبيظلمنا. علي عدنان جاهز شباب؟ طيب كابتن علي، مرحبا بيك باللاعب 12 ومرحبا بيك بالشرقية. ما أدري شو أقول لك، اترك أمور اللعب وأمور أخرى، لكن مهما عاقبوك أنت تبقى نجم وفخر لكرة القدم العراقية كابتن. حبيب أستاذ ديار الورد، مساء الخير عليك وعلى جميع متابعي الشرقية. أنا أشكرك على كلامك، وهاي شهادة أعتز بها من إعلامي وصحفي رياضي وأخ عزيز بالنسبة لي. اللي شرف كابتن، رحت المقر الاتحاد، خليني أكون شوية صريح وياك، ومعاك نعم. الوالد ومعاك إخوانك، البعض فسر على أنه هي هجمة على اتحاد كرة القدم، أموره هواية، لكن يا ريت توضح لنا شنو اللي صار بالضبط بمقر اتحاد كرة القدم، وهذا هو الأهم. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الجميع يعرف أنه أنا رحت لاتحاد كرة القدم وياي والدي وأخوي الكبير، دائما وين ما أروح لازم يكون وياي أخوي الكبير، يعني علاقتي بيه طيبة جدا. على عشان يقتحم هاي الطريقة الاتحاد، أول شيء الاتحاد يعني ما أعرف شلون، مو أنا اللي أقتحم الاتحاد، بالعكس، وإنما دخلت بصورة جدا طبيعية لعقاب رئيس الاتحاد وعلى مود قابل اللجنة، لكن اللجنة تعرف بعد ما اتخذوا القرار كل واحد راح البيت في مليقة أحد. منو استقبلك بالاتحاد كابتن؟ منو استقبلك؟ ويا ريت شو بس تغير مكانك، لأن شوي الإشارة يمكن عندك ضعيفة، يا ريت علاوي لو سمحت. والله شبكة بغداد صار كم يوم أدنى مو زينة شوية. من وراء الاتحاد؟ لا، من وراء شو اسمه، من وراء الايجنت مالتي. والله من استقبلك بالاتحاد كابتن ويا من قعدت؟
والله أول شيء كل الحب والاحترام للسيد عبد الخالق مسعود والأعضاء يحيى صغير وعلي الأسدي بصراحة اللي ما قصروا. قابلت رئيس الاتحاد لكن رئيس الاتحاد قال لي أنه الاتحاد ليس مسؤول عن قراراتي اللي اتخذتها اللجنة. الاتحاد هو كان مؤيد الموضوع مؤيد اللجنة ونعطيهم كل الأحقية في بداية الأمر يعني في بداية تشكيل اللجنة. تمام. لكن قال أنه إحنا ما نتدخل بهذه القرارات اللي تصدر. فيعني قلت له بهاي الطريقة قلت له أنا بس لاعب العراق وأنا أعود إلك وأعود إلى الاتحاد العراقي. قال كل اللي نقدر نسويه هسه أنه تسوي بس طعن ومن خلال الطعن أنه ممكن أن الأمور تتغير. ولو أنت شايف نفسك أنه أنت مظلوم وأكيد إحنا شايفين أنه أنت مظلوم فأكيد هذا الطعن راح يجيب نتيجة خلال هاي اليومين إن شاء الله. الطعن كابتن على اتحاد كرة القدم قدمته للاتحاد لو على اللجنة للجنة قدمته؟ لا لازم أقدمه للجنة لأنه قال لي الاتحاد مو طرف بالموضوع. فأنا راح أقدمه للجنة وسبق وإن دزيت للجنة عن طريق أنه ناس يعرفون اللجنة شخصيا وراح أقدمه يعني أنه أروح للجنة نفسه وأنا طلبت أنه أواجههم يعني زي. ممكن يكون أنه تكون أنه جلسة بمقر اتحاد كرة القدم لكن أنه تعرف مو شرط لأنه أنا بصراحة خلينا نكون واقعيين أنا عندي عقد هالفترة هالأيام إذا الله راد وسهل وأنا على أي لحظة ممكن أسافر. تمام. فقلت لهم إذا هاي الأمور ممكن تنحل اليوم أنا مستعد أقعد ويا أي شخص وأواجه الكل وما عندي كل مشكلة. طيب كابتن لكن نعم كمل كابتن حديثك أهم تفضل. لكن الشيء اللي بصراحة اللي يزعج بهذا الموضوع إنه اتخذوا قرار خلينا نقول إنه ما راح نقول ظالم لكن إنه انه انت تتخذ قرار بنجم من نجوم المنتخب الوطني ولاعب خدم المنتخب الوطني بدون ما ترجع لهذا اللاعب حتى اذا كان عندك انه خلينا نقول مثل ما قال بعضهم مستمسك انه وكيل اعمال اللاعب علي عدنان كان يدخل الغرف وكان هذا انا متاكد انه هذا الكلام مو صحيح. نعم. وانا ما كنت اقبل بهذه الامور بصراحه. تمام. وكيل اعمالي تربطني بعلاقه من سنين علاقه اخويه وقاعد حتى ببيت ونايم وياي بالبيت فيعني اجى هذا الرجل حتى يشوف بس مباراه ايران والمباراة اللي بعدها فصارت هذه المشاكل اصلا زعل وراح لانه قال لي انا ما شايف هيك شيء صراحه لانه صارت له اكثر من مشكله خطيه. ما لهو كان قاعد بريسبشن حاله حال اي شخص ممكن يحجز باوتيل ويقعد فشغله طبيعيه جدا. خلافك ويا نزار احمد باللوبي مال الفندق له تاثير على هذا يعني انا اعرف القصه طلعت انت يمكن بفتره اجازه كم ساعه طلعت تشرب قهوه كوفي بأي كافي قريب هو قال لك وين رايح ممكن هذا الأمر لعب دور بهاي العقوبات كابتن؟ أول شيء خلينا نكون واقعيين إذا هذا يأثر على الاتحاد وعلى اللجنة فقر على كرة القدم السلام صراحة أنا واقعي جدا وصريح جدا الناس مثل ما تعرفني إذا كان هذا الشخص يأثر على الاتحاد وعلى اللجنة بهذه الطريقة فإحنا مع الأسف إنه ما نصلح أصلا حتى نلعب كرة قدم خلي أحكيها بهذه الطريقة. تمام. لأنه شخص أصلا إنه أنت لأنه هو شوف كثير من الناس كانت متواجدة وكثير من المشاكل تحصل بكثير من المنتخبات لكن أنا الشيء اللي دا تفاجئ من عنده إنه أي شخص يجي بالوفد العراقي ورا ما يرجع بالوفد تلقى يطلع الأخضر واليابس يعني أنت تبقي قيمة إنه خطية لدول العراقيين بقي قيمة قدام الناس إنه هاي الناس الغربة لو سمعت هذا الحكي مالتك وإحنا واحد يقتل الله وواحد يحكي على الله وواحد يفرح على الله وواحد يتهشر على الله ما أعرف والله ما أعرف فأنت يعني هو إجى للمنتخب وسألني بطريقة أصلاً هو من حقه إنه يسألني أنت وين رايح قال لي بهاي الطريقة يعني أنا جاوبته بكل صراحة قلت له لا أنت مسؤول علي ولا أنت من ضمن الوفد ولا أنت رئيس الوفد حتى أنت تسألني وين رايح وين جاي هذا كابتن قبل شوية نزلت بوست أنت دابعه الآن على الفيسبوك وتأكد بي إنه اللعب للمنتخب الوطني يحتاج زلم مو بمعنى بطرق ملتوية وبالتسقيط لكن اريد يعني ما اريد من هو لكن قل لي انت تقصد لاعب معين ربما الى طرف او ضلع باللي دا يصير يجوز 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 مو لاعب والله يجوز مو لاعب يجوز اكثر من لاعب لا البوست واضح لا تقول لي اللعب للمنتخب الوطني يحتاج زلم يعني تخاطب لاعب ما اريد اعرف من هو وانا اعرفه من هو بس انت للامانه اكيد ما راح احكي لاعب واحد هم يجوز يكونون اكثر من لاعب يعني هي اصلا اللي هاي الامور اللي صدقني فيان واضحه عندك واضحه عند كل الناس لانه امر مضحك انه انت بتيجي تعاقب لاعب 6 اشهر على مود وكيل اعماله بالفندق يعني اصفر يا امه محمد اصفر بهذا الموضوع يعني بدا اتوقع ما بدا افتهم حس بالظلم انه تعاقب لاعب منتخب على مود وكيل اعماله بالفندق يعني ادري ابو الفندق ثاني ابويا صاحب الفندق شو عليه يعني
منو ظلمك اكثر؟ وكيل اعمالي شنو بها المشكله؟ منو ظلمك؟ انا متاكد هاي الامور وراها ناس ممكن يحاولون انه يخلون من قيمه علي عدنان قدام الناس وهذا الشيء ما راح يصير مستحيل، ويحاولون يشوهون صورته قدام الاعلام وقدام الناس وهذا الشيء ايضا ما راح يصير، ويحاولون قدر الامكان انه يبعدون علي عدنان هاي الفتره من المنتخب. منو ظلمك اكثر، الايطاليين ولا العراقيين كابتن؟ أنا هسه مو أنا المشكلة، أنت تدري أنا حاير بشنو؟ شنو؟ أنا حاير بودينيزي هسه إذا سمعوا الخبر، هسه راح يقول لك والله العاد صحيح حتى الآن تحقهم طلعوا علي عدنان من هي هاي المشكلة، هي هاي المشكلة. إي والله. إي والله العظيم. والله هاي المشكلة. يعني لاعبين بهالقيمة هاي وبهالنضج وبهالإنجاز نجي إحنا هيك نسوي بيهم؟ ليش ما ليش ما عاقبوا إدارة الوفد؟ خلي أحكيها، سيد علي جبار صديقي ويعرف قد أعزه وأحبه. ليش ما عاقبوا إدارة الوفد؟ اكو فريق بالدنيا هل قد بيع عقوبات وهل قد بيع عدم انضباط؟ تعاقب اللاعب؟ لا والله عاقب إدارة الوفد. خلي اكون صريح. والله يا استاذ بيان انه شخص يفضل مصلحته مصلحة المنتخب الوطني على مصلحته الشخصية ويعوف فريقه، وهذا الفريق يلعب بالدوري الإيطالي والآن مركز الرابع أو الخامس الدوري الإيطالي يعوف على مود المنتخب ويحصل عقوبة وينبعد عن النادي مالته في سبيل المنتخب الوطني ويجي للعراق ولا أقوى أحد استقبله ولا أقوى أحد قدم له فد أنه فد شيء معنوي أنه ممكن أنه ينفع بالمستقبل ويحس أنه هو قدم فد شيء كبير، لكن هذا الشيء ما صار. صار لي تقريبا 10 ايام احنا انا تفاجأت اليوم الظهر انه بخبر انه معاقبه علي عدنان 6 أشهر، ومن جابوا لي الخبر اضحك لانه انا مو من النوع اللي اقرا، فقالوا لي هذا شنو الحكي، فقلت لهم لا بابا ما فيك حكي مستحيل. والله بعد فتره ظلوا يخابرون الناس ويسالون انه هذه الامور صحيحه وما اعرف شنو، فتفاجأت كثير يعني. زين لجنه تقصي الحقائق ابد ما اتصلوا بيك؟ ما حكوا وياك؟ ما تلقيت اتصال من سيد عدنان لفته، سيد محمد فرحان؟ اتصلت بعدنا لفته لا لا قبل العقوبه، قبل العقوبه علاوي، قبل العقوبه لا ما حد اتصل ابدا ابد ولا احد. والمشكله انه انا بنادي بغداد اتدرب صار لي تقريبا اسبوع والعراق كله يعرف. اي صح والله. اي والله تمام. هاي فاتت يا اداره نادي بغداد يا محمد فرحان، بتعرف انه انا اتدرب بنادي بغداد. كان المفروض انه تجي تكلمني بطريقه حتى لو ما تحاول، بس تحاول تنبهني بصفتي انه كنت لاعب بنادي بغداد. لا تعال اسالني الدوري الايطالي، تعال اسالني ممكن انه تسالني تقول لي علي اكو هيك موضوع، يعني جزء نبضي شوف انه اكو هيك موضوع. تمام. يعني انتم اذا كانت قراراتكم متاكدين من عندها 100%، طب اتصلوا على اللاعب. اذا ما حاولتوا تتصلون على اللاعب ممكن اللاعب يكون مسافر، تقدرون تتصلون باهل اللاعب وتتواصلون ويا اللاعب او ويا اهله. انه طيب. احنا 2019 ما يصير اتخذ اي قرار هسه لو مو الطرف الثاني يكون موجود 100%. يعني مع الاسف انه القرار اتخذ موجود وما عندي كل علم. كابتن تشعر انه القرار مو نهائي وراح يترفع عنك العقوبه؟ والله ان شاء الله اكيد. تعرف انه اكو هواي ناس طيبه مثلك بيان. الله يخليك. وانا متاكد انه اللجنه